هذا ما يزن سيد رئيس مجلس نواب الشعب إلى لقاء البارحة. وهذا نزيد نواصل شنو اللي تحدث فيه مع سيد رئيس الجمهورية، خاصة بعد البلاغ متاع رئيس الجمهورية اللي يقول تناول اللقاء جملة من المسائل من أهمها الدور التشريعي لمجلس نواب الشعب في هذه المرحلة بالذات اللي تعيشها تونس. ما هي هذه المرحلة وما هي هذه الأولويات التشريعية؟ ثم تطرق بالمناسبة إلى الروح اللي يقوم عليها دستور 25 جويليا ومقاصده في الفصل بين الوظائف داخل الدولة. ننطلق معك سيد رئيس المجلس نواب الشعب بأهم المسائل التشريعية اللي تعرضت لها مع السيد رئيس الجمهورية البارحة خلال لقائك الرسمي معه. لا، هو ما كانش يعني ثم مسائل تشريعية محددة، وتفهمنا يعني تحدثنا حاول يعني التناغم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية وكيف ستكون هذه العلاقة من خلال الدستور. نعلم أنه للمجلس التشريعي يعني صلاحيات تشريعية وصلاحيات رقابية بالنسبة لعمل الحكومة، وهذا يعني ما تضمنه الدستور. ثم أنه الوظيفة التشريعية لم تستكمل بعد باعتبار وأنه هناك مجلس آخر سيقع يعني تكوينه في المستقبل، وهو مجلس الجهات والأقاليم، ومجلس الجهات والأقاليم ستكون له يعني صلاحيات يعني التنمية والتخطيط في الجهات، وبالتالي يعني سوف يكون له دور. ولكي لا يكون هناك يعني تداخل بين الصلاحيات المجلسين يعني في خصوص يعني صلاحيات السادة نواب مجلس التشريعي وكذلك يعني صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم، يعني أن مش يكون العمل يعني عمل يعني بالتعاون بين المجلسين لتحقيق الوظيفة التشريعية. هذا يعني من خلال نرجع الروح الدستور، يعني الدستور لهنا نجيو لروح الدستور. ماذا شو المقاصد روح الدستور لهنا اللي قالها السيد رئيس الجمهورية، وخاصة ربطها في الفصل بين الوظائف داخل الدولة؟ لا، هو بطبيعة الحال هو يلزم تكون يعني دائما ثم فصل بين الوظائف، يعني وظيفة تنفيذية لها صلاحيات معينة والوظيفة التشريعية لها يعني وظائف معينة لها صلاحيات معينة. ونعلم أن صلاحيات يعني الوظيفة التشريعية هي التشريع، يعني بالنسبة للمجلس الذي يترأسه هي تشريع القوانين، والقوانين نعرف واجي أما من جهة الوظيفة التنفيذية أو من اقتراحات السادة النواب، لأنه يعني قد القوانين يعني المشروع الذي تقدمه الوظيفة التنفيذية يسمى مشروع قانون، وبالنسبة للسادة النواب مقترح قانون، يعني هذه الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية هي الوظيفة الرقابية، ونعم أن الوظيفة الرقابية تتمثل في مساءلة الحكومة أفراد أو الحكومة مع بعضها، وكذلك استجواب الحكومة يعني عدوا أو يعني الحكومة برمتها. وكذلك له في خصوص الوظيفة الرقابية إمكانية إصدار لائحة لوم بمعية يعني مجلس الجهات والأقاليم، وكل هذا يعني يتمثل في الوظيفة الرقابية. بالتالي هل كلمة يعني سلطة تشريعية باش تنحى باش تولي الوظيفة التشريعية والسلطة تبقى للسلطة التنفيذية أو لرأس السلطة فقط؟ لا لا لا، كلهم وظائف. هو الفلسفة يعني الدستور هو مش يعني هي فلسفة واضحة، هو أن كل المؤسسات يعني الرسمية هي وظائف في خدمة الدولة، في خدمة الدولة يعني سواء رئيس الجمهورية هي رئيس الجمهورية وظيفة في خدمة الدولة، هي وظيفة في خدمة الدولة مثل الوظيفة التشريعية وظيفة في خدمة الدولة مثل الوظيفة القضائية وفي خدمة الدولة. ومن يراقب هذه الوظائف؟ هو الشعب. الشعب هو الذي يراقب هذه الوظائف باعتبار أن الشعب هو الذي يعني يحتضن الدولة، وهو الذي يعني يسر على سلامة الدولة وما إلى ذلك. ومراقبة الشعب نعرفها باش تجي من خلال الانتخابات، يعني سواء بالنسبة للمجالس أو بالنسبة حتى للوظيفة التنفيذية، سواء يعني خاصة بالنسبة للسيد رئيس الجمهوري، يعني هناك يعني من خلال الانتخاب هم الشعب الذي سيختار يعني الأصدر برئاسة الوظيفة التنفيذية.